بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، سيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن تأثير الأم المصابة بالعين أو الحسد أو السحر أو المس على أبنائها، وأيضا سنتحدث عن السحر والمس والحسد والعين الوراثي، وأيضا سنتحدث عن تأثير المصاب على أهل بيته. هذه إن شاء الله سنتناول هذه المواضيع باختصار وبشرح مبسط وسهل بإذن الله تعالى. الموضوع الأول، هل تؤثر الأم على أولادها؟ نقول الأم تؤثر على أولادها بلا شك، ولكن التأثير أنواع. يعني على سبيل المثال، هل إذا كانت الأم في البيت مصابة، هل الأبناء ممكن تحدث عندهم مشاكل؟ عرقلات، أحلام مزعجة، مشاكل في البيت، تساقط في الشعر، أمور يعني تخيلات، هل ممكن خوف، ضيق من المعيشة؟ أقول هذا كله ممكن أن يحدث، وغالبا يحدث، ربما ليس كل الأولاد ولكن الأغلب سيحصل عنده هكذا. وهل زوج المصابة أيضا سيتأثر؟ أقول نعم سيتأثر بلا شك، ممكن لا يتأثر لكن الأغلب أنه سيتأثر. طيب، أين الدليل على ذلك؟ هل يوجد شيء يعني مجرب معروف؟ هل يوجد شيء يثبت ذلك؟ أقول لك نعم يوجد، وبكل بساطة. أولا، عندنا حقيقة من أدلة القرآن أن السحر والمس والعين والحسد والجن بصورة عامة يؤثرون من الخارج، ليس شرطا أن يدخل داخل الجسد. طيب أين الدليل؟ أنا أقول لك الدليل، هل قرأت قصة موسى مع فرعون والسحرة؟ تقول نعم أكيد قرأ. طيب، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال سحروا أعين الناس. طيب، سحروا أعين الناس، وأنتم تعرفون العين من ضمن الجسد، سحرت. قال واسترهبوهم، وأنتم تعلمون يقينا أن الخوف يكون من القلب وفي القلب، طيب داخل الجسد يعني. قال وجاءوا بسحر عظيم. قال في آية أخرى، قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو موسى رسول الله. طيب، هل خدمت السحر دخلوا في أجساد الناس أم أنهم عملوا عليهم من الخارج؟ لا شك أنهم عملوا عليهم من الخارج. طيب، ولكن خوفوهم وخيلوا لهم الأشياء على غير حقيقتها، ويعني استرهبوهم يعني خوفوهم وأثروا في نفوسهم، وهذا كله من الخارج. فالمسحور على سبيل المثال، تسحر العائلة بالكامل، يرش لهم سحر في البيت، ستتأثر العائلة بالكامل على الأغلب، لا أقول الكل، بل أنه كثير من الناس يسحرون ولا يعني ولا يتأثرون بالسحر. طبعا هو جن ولا يبنى على كلامه، لكن أنا في يعني في يوم من الأيام كان عفريت يهودي في جسد امرأة، كان يتحدث يقول لي أنا أرسلوني إلى 10 قبل هذه المرأة وما استطعت أن أدخل فيه. قلت طيب لماذا؟ قال ما استطعت، حاولت ما استطعت، نحن يرسلوننا على كثير من الناس ما نستطيع. وهذا هو قول الله سبحانه وتعالى الذي قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا أحد يضر بالسحر إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الأم
ممكن تسبب لأبنائها تعطيلات، عرقلات، مشاكل. وأنا لما ذكرت من ضمنها تساقط الشعر، لأن تساقط الشعر يحدث عند ضيق النفس، عند الغضب، عند المشاكل، عندما تكون النفسية متعبة. طيب، ولذلك تساقط الشعر يرافق كل الأمراض وكل يعني كل المشاكل النفسية والمشاكل العضوية. فهذا الموضوع ممكن جدا، وسأضرب لكم مثال جدا يعني معروف وشائع بين الناس، ولا أظن أحد منكم يعني يجهل هذا الأمر. المعطلة أو المعطل عن الزواج، وخلونا نأخذ الأمر الأكثر وهو المعطلة، لأن التعطيل أكثر ما يصيب الأخوات النساء. طيب، هذه المعطلة سيتكلمون عنها في الخارج لكن لا يأتون لخطبتها. طيب، هل هم سحروا أيضا؟ أقول لك لا، ولكن الشياطين خدمة السحر، طيب، هم الذين أثروا عليهم ومنعوهم من المجيء إليها. أكيد. طيب، مثال الآخر، يأتون لخطبة هذه الفتاة، ويجلس الشاب ويرى الفتاة ما شاء الله جميلة، ويسأل عنها، ويعني يقولون له الناس هذه فتاة صالحة، وأهلها أهل أخلاق وطيب وكذا، ويمدحونه ويقتنع ويرى شكلها جميل، ولكن يضطرب، يراها على غير حقيقتها، وربما رآها جميلة ولكنه اختنق وضاقت نفسه، ولما خرج لم يرجع مرة أخرى. طيب، هذا هل سحر أيضا؟ أقول لك لا، مستحيل يا أخي، ما سحر، ولكن السحر وخدام السحر هم من أثروا عليه. هل فهمت ما هي القصة؟ القصة هكذا، أن يوجد تأثير خارجي، يوجد تأثير خارجي، هذا ما ينكره إلا من يجهل حقيقة الرقية. المسألة الأخرى، وهي مسألة صراحة مهمة جدا، المسألة هي مسألة السحر الوراثي والمس الوراثي والحسد الوراثي والعين الوراثية. أكيد سمعتم عنها، وإن لم تسمعوا فأنا سأعطيكم نبذة مختصرة. السحر الوراثي يقولون أنه سحر، يعني مثلا سحر الأب سيخرج الأولاد كلهم مسحورين. طيب، الأم مسحورة، كل ما تنجب ولد أو بنت أيا كان جنسه سيكون مسحورا أيضا. طيب، هل هذا الأمر حقيقي؟ هذا الأمر خرافة وكذب ولا أصل له، باطل وليس صحيحا أصلا، ما في شيء من الصحة أبدا. لأن السحر، أولا السحر ليس يعني مثل المس. المس تعريفه هو جن يدخل إلى الجسد من تلقاء نفسه، جني يدخل إلى الجسد من تلقاء نفسه للانتقام منه، لإضلاله عن سبيل الله، إلى ما ذلك من الأمور. لكن السحر لا، اسم الأم وخادم، يذهب إلى شخص بعينه، يعني ليس جني أو شيطان طائش يدخل أينما ذهب، لا، السحر إرسال وإلى شخص معين بعينه. فلا يوجد عشوائية في الموضوع أبدا بالسحر، لا، يوجد شخص معين يذهب إليه خادم السحر ويدخل فيه على اسمه وأوصافه وشيء من أثره. طيب، يعني هل أن أولاد وبنات المصابين سيخرجون مصابين؟ أقول هذه والله كذب، هذا الكلام ليس صحيحا. طيب، ونحن يعني لسنا بعيدون عن هذه المسألة، رقينا آلاف، قرأنا على آلاف النساء والرجال والفتيات والأمهات وأشكال الناس، هذا الشيء لم يثبت ولا مرة واحدة. يعني أنا
مع ما أعلمه من بطلان هذا الأمر، لكن والله أحدثت تجارب، يعني عملت تجارب. تأتيني الأم أقول لها جيبي معك البنات كلهم وأبدأ أرقي. في هناك من يخرج مصاب، هناك من لا يخرج مصاب. يعني مسألة سحر وراثي هذه مسألة باطلة جملة وتفصيلة. صح، هناك مسألة مهمة الناس لا يعرفونها، وهو أن كثير من الناس مصابين. بعض العلماء، علماء معتبرين، قالوا أغلب الناس فيهم جن، فيهم عين، في حسد، في سحر. أغلب الناس هكذا قالوا علماء معتبرين معروفين. طيب، وكلامهم يعني كلامهم له أشياء تدعمه، له وقائع في الواقع تدعمه. لأن النساء تأتي على سبيل المثال، أو يأتون الرجال، يأتيك المصاب ومعه مرافق، نرقي المصاب يظهر عنده، والمرافق يسمع الرقية أيضا يظهر أنه أيضا مصاب. طيب، فهذه مسألة الإصابة. الإصابة كثيرة في الناس، لكن الإصابات متفاوتة. في إنسان فيه مس لكن أصلا ما يعرف، ويموت وما يعرف، لأن المس عنده خفيف، ما يعني ما عمل له شيء واضح. الأغلب في الحالات التي يكون عندها هيجان ويعني وتظهر عليها علامات قوية هو السحر. حتى الحسد، كثير من حالات الحسد لا يعني لا يعلمون أصلا بأنفسهم إن كانوا محسودين أو لا. فمسألة وراثة، يعني هذا أصيب وراثيا من أمي، هذا باطل، كذب، ما فيه أي شيء من الصح، وبالدليل وبالتجارب. وهذه المسألة، مسألة السحر الوراثي، مسألة باطلة ما قال بها أي، طيب لا فيها آية ولا فيها حديث ولا فيها أيضا قول ولا فيها صحة من ناحية التجربة. ونحن جربنا ورقينا آلاف الحالات وعملنا تجارب خاصة وثبت لدينا أنه باطل. طيب، المسألة الثالثة وهي الأخيرة، هل المصاب في البيت يؤثر على جميع أفراد العائلة؟ أقول مثل ما تكلمنا عن الأم، نعم، على الأغلب أنه سيؤثر، تحدث اختناقات، ممكن أحلام مزعجة، الشياطين في البيت يؤذون أهل البيت، ممكن تحدث تعطيلات، يعني يكون شاب من البيت معطل والكل يعطل، الكل، كل الأخوات والإخوة يعطلون، هذا وارد وممكن ما يحدث. يعني هذا لا تأخذ كلامي أنه خلاص يعني فلان معطل وإخوته معطلون هذا بسببهم لأن حامل المثقال، لا لا، قد يكون ما فيهم شيء ولا هو مؤثر عليهم لكنهم معطلون يعني بدون سبب، الله سبحانه وتعالى لم يكتب لهم، ما في سبب يعني يمنع. ولكن هذا يحدث أحيانا، يريدون أن يعطلوا كل البيت، يعملون سحر مثلا مرشوش سيدخل في واحد ويتعطل الجميع. المصاب في البيت يؤثر على أهل البيت، وخاصة المسحور، خاصة المسحور، لأن السحر في شيطان في داخل الجسد جني خادم السحر، وهناك شياطين خارج الجسد يخدمون السحر ويحرسون السحر ويمدون السحر ويعملون على السحر. طيب، ولذلك نؤكد ونكرر، تحصين البيت ضروري مهم لكل مصاب، على الأقل أن الشياطين الذين هم خارج الجسد لا يبقون في البيت، تخف الأعراض، تخف المشاكل، يخف التوتر. فإذا هذه مسألة مهمة جدا، تحصين البيت مهم، لا تهملوا تحصين البيت. وأفضل تحصين للبيت هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة في البيت، ومن قرأها في بيته ليلا لم يقربه الشيطان ثلاث ليال. فتأثير المصاب على أهل البيت في الغالب هذا موجود، لكن هل كل أهل المصاب أيضا مصابين مثله؟ نقول لا لا، ولكنه يؤثر عليهم في الأغلب وأحيانا لا يؤثر عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.